رنا، ما في شك بأنه الصبايا بيحتاروا وقت بدهم يختاروا وينسقوا الحجاب مع الملابس أو حتى وقت يدخلوا قطع إكسسوار، لهيك بتلاقي الصبية دائماً بتلجأ أحياناً لحتى تحصر خياراتها ببعض الألوان الأساسية أو يلي بتلبق مع كل شيء، يعني مثل ما عم نقول خوفاً من أنه ما يصير في تناسق، ولحتى تقدر أي صبية محجبة تعمل إطلالات أكثر تنوع وتناسق رح تكون معنا اليوم مصممة الأزياء بتول زبيدة، ويلي رح تنضمي لها يا رنا لحتى خبرونا أكثر عن هالموضوع. شكرا كثير آية، رح نشوف أكيد مع ضيفتنا كيف رح يتم تنسيق الحجاب لكل الصبايا اللي بيتابعونا. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ تمام. نحن دائما بنسمع إنه الصبية المحجبة بتحتار كثير بتنسيقات الحجاب، كيف بدها تنسق لون الحجاب مع لون ثيابها يكون لابق كمان لوشها. دائما بيقولوا انه خلينا نختار دائما اللي بيلبق لوشنا قبل اللي بيلبق لثيابنا، قديش هذا الشيء صح؟ هذا الشيء غلط، يعني باعتقادي انه المفروض هي الصبيه لما هي بدها تختار الشيء المناسب للايفنت اللي هي رايحت له، ما اول شيء تطلع يعني تعتمد على لون معين من الحجاب، مثلا رمادي دائما بنلبس نحن رمادي او اسود، دائما الاسود انه هذا بيلبق مع وشها مع الوانها ما تتبع هذا اللون، ضل تغير بالستايل اللي هي عم تتبعه. تمام، طيب شو الاساسيات خلينا نقول للصبيه المحجبه؟ اذا في صبيه ممكن تكون هلا لسه ما تحجبت حابه انه تتحجب، بدها تجيب مجموعه خلينا نقول من الشالات او الحجابات، شو الالوان الاساسيه اللي لازم تكون موجوده عند كل صبيه؟ هي ما تعتمد على كلر معين لون معين خلص، هذا هو فيها تتجرأ تجرب الوان كذا لون، هي اول مره رح تقول انه تتلبك ما تقدر تطلع بهذا اللون، تحسه غريب عليها، بعدين رح تحب هذا الشيء مره يعني. عن مره بتحب هذا الشيء. تمام، طيب نحن اليوم عم نحكي عن تنسيق الحجابات او الوان الحجاب مع الثياب لكل مناسبه. لكل مناسبه، خلينا نحكي بشكل عام على المناسبات بشكل كيف بدي نسق؟ بشكل عام عندنا هون القماش الكشمير انه شيء يكون فيه دانتيل لحتى المناسبه، اذا كانت هي عندها نحن هون عم نقول مناسبات اكثر، اذا عندها سهره اذا في شيء فيه ستراس، هون عم نشوف دانتيل، هون عم نشوف فيه كمان مثل ما قلتي ستراس او شوية اذا كانت هو هي السهره. تمام، اذا الحياه اذا اليوميه هي عندها جامعه شغل لما ما بدها تتلبك تختار القماش اللي تكون هي قطن ستريتش ما تتلبك فيها تصحت كذا هيك. تمام، هي كمان بتساعدها. طيب كثير بنشوف يعني هلا بفصل الصيف صعب كمان شوي على الصبيه المحجبه انه هي شوب وبدها تحط الحجاب بدها تلبس كمان لباس مناسب مع الحجاب، بالصيف شو الالوان اللي لازم تروح لها اكثر الصبيه؟ بحس هي الالوان هلا اكثر شيء دارجه، الالوان الباستيل هي الاكثر دارجه، النود كلر والباستيل، هي ما تتقيد بالالوان نود بس كلر. هي صعب يمكن تحط مثلا حجاب يكون تصير لونه فاقع، خلينا نقول هيك هو مو فاقع فاقع أوكي. باستيل البيبي بينك البيبي بلو بيبي روز بيبي بلو تماماً. دولة بيكونوا يعني هون احنا معنا عم نشوف يمكن الازرق الفاتح، عم نشوف كمان الاقرب للموف الفاتح، هي الالوان كمان بتساعد الصبايا، وهي البيبي بينك معنا. طب شو الفرق بين القمايش؟ هي شو الاحسن للصبيه انها هلا هي حسب كل مناسبه اللي هي اللي رايحت لها، طيب بدها شيء ما تتلبك فيه مثل ما قلت لك للجامعة على الشغل تختار القطن الستريتش، هي اللي احنا عم نقول للحياه اليوميه اذا هي عندها سهره او شيء مناسبه معينه تختار هي القماش الكشمير، فيها يكون شويه دانتيل ديتيلز بسيطه يعني ما كثير نعجبها كثير تعجبها. طيب شفنا يمكن هلا بالموضه الجديده اللي عم يعملوها الصبايا، كمان الصبيه المحجبه هي مو يعني ما لازم تكون على الموضه، هي بالعكس بتحب تكون على الموضه ان كان بالالوان ان كان بتنسيق الحجاب مع ثيابها، كثير شفنا صبايا عم يحطوا شالين، كيف عم بينسقوا هذا الموضوع؟ يعني بيحطوا شالين لتعطي موديل اكثر او ستايل اكثر، قصدك شالين انه فولار و تمام والحجاب تمام، هي اول شيء تختار تكون الشال يكون ساده، يا يعني الفولار اللي هي حاطته فيه عروق طبعات تطريز هيك شيء من الاثنين، يا يعني يكون اللي هي ساده يا الحجاب فيه تطريز وطبعات، اما الاثنين هيك انه عم تهجئ بدها تنعجب مور ديتيلز صار بدها تصير كثير يعني كثير صعبه. يمكن بتول باعتبار كنا عم نحكي على موضوع الالوان من شوي، على فكره من فتره كثير الصبايا كانوا عم ينزلوا على فيسبوك انه جربوا حالكم باللون الاسود واللون الاسود حلو، على عكس يمكن ما كثار بيحبوا يبعدوا عنه انه بيغمق او ما بعرف ليش بيبعدوا عنه ما بعرف شو السبب بالضبط، لكن كثير شفت صبايا ايه بلشوا يتصوروا بالحجاب باللون الاسود وعن جد عجبهم يمكن يعملوا هي لكل فهو بيناسب الكل او كيف يعني كيف لازم الوحده تعرف اذا عن جد تتحط اسود او لا تبعد عنه لا هو كل صبي بيلبق هذا اللون فيها تتجرأ وتلبس بس ما يكون اللبس اللي هي مختارته يكون غامق اوكي
تكون يعني اسود مع اسود بس يكون في تاتش صغير من الكلر معين في فارق لون يعني ما نكون كله اسود يكون في فرق لون تمام معناتها مثل ما قلنا ما شرط انه الواحد يعتمد دائما الفواتح او دائما يعتمد الغوامق فيها الصبيه تبدل طيب صح انه مثل ما كنتي عم تقولي انه يكون لون الحجاب من لون الثياب او نحن لازم يكون في هذا الاختلاف لا لازم يكون في اختلاف مثل ما هلا حكينا انه ما نكون كل اللون مختارينه اسود اسود يلا كل شيء بنلبسه والحجاب اسود يكون في تاتش صغير من اللون معين لحتى يبين الستايل او الايفنت اللي نحن رايحين لحتى جذب الصبيه شكلها تمام طيب خلينا نحكي شوي على اللفات يعني مثل ما قلنا كمان اليوم الصبايا الصغار خلينا نقول اكثر بالعمر بيحبوا كمان يبدلوا بستايل الحجاب يعني بتقول اليوم مثلا عملت هيك الحجاب عادي فيني بكره شوي اعمل يكون فيه رفعه او يكون فيه موديل كيف هي تبدل كمان الصبيه بستايل حجابها هيك تكون ضمن الحدود خلينا نقول وبنفس الوقت تغير شكل هي بدها تجرب اي لفه هي ممكن تلبق لها يعني لازم تجرب تتجرأ ما تضل على لفه معينه يلا خلص هي بدها تتبعها خلص كل العمر يعني تتجرأ تجرب تغير فهي بترتاح حتى نفسيتها بتتغير من شكلها تمام طيب خلينا نعطي نصيحه اخيره للصبايا مثل ما قلنا اللي هلا عم يتابعونا اللي هن بيحتاروا كيف يشتروا الحجابات كيف ينقوا الالوان الصحيحه هل فتره من السنه مثل ما قلنا الوان الباستيل هي كثير دارجه شو بننصح الصبايا يشتروا منهم الصبايا بنصحهم يختاروا النوت كلر والباستيل ما يضلوا بلون معين يختاروه طول الوقت تمام وبنصح الصبايا اللي بتقول انه هي الحجاب هو اللي بيهر لها شعرها هو هذا الشيء انه غلط يعني الحجاب هو ما بيهر الشعر تفكر انه البنت المحجبه بيفكروا بيخافوا انه بيخنق الشعر تماما شوي. هي بس في طريقه معينه هي تقسم شعرها وتخلي الربطه هيك نازله شوي لتحت وما تشد كثير تمام لحتى هون ما يهر شعرها تمام يعني شكرا كثير على هيك على كل النصائح الحلوه والخفيفه النظيفه اللي اعطيتينا اياها شكرا كثير لك بتول شرفتينا رح نرجع لعندك ايه اكيد يا رنا شكرا لك بتول